ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. انتم في الاستماع لإذاعة الحياة فهم، انتم تسمعوا في ريكاب ميدي أول مصاف حاليا معكم بعد العيد. نعيد عليكم نسكن، إن شاء الله عيدكم مبروك، يا ربي تنجموا تسمعونا على البوندا فهم 90.3 وإلا على اللايف ستريمينج الحياة فهم .net أو بيا على الباج فيسبوك امتهنا إذاعة الحياة فهم مقابلها الحياة فهم بالفرنسي. رحب بفريق العمل معايا لليوم، أمنا بوخيت في الإخراج التقني للحصة وصيف بولعريس في الديجيتال، معكم سهام حمدي في ريكاب ميدي من توا حتى لساعتين. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. شنو يستنى فيكم لليوم في ريكاب ميدي؟ باش نرجو على الظهور الجديد متاع التهاب غامض في الكبد اللي يصيب الأطفال تقريبا بين عمر عام و16 عام. تم تسجيل 230 إصابة حول العالم. باش نعرفوا أكثر تفاصيل على هذا الفيروس، الفئة العمرية المستهدفة، الأسباب متاعه والأعراض متاعه وكل التفاصيل المتعلقة به. سينو زيدا باش يكون عنا قراءة في واقع الصحافة والأعلام في تونس بعد تسجيل تراجع تونس ب 21 نقطة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة. برشا حديث من البارح لليوم على واقع قطاع الصحافة في تونس خاصة بعد 25 جويلية. سينو زادة باش نرجو على الموقف متاع الجامعة الوطنية للبلديات التونسية اللي ندت ببرقية وزارة الداخلية اللي ولت تفرض انه البلديات يمروا عن طريق والي الجهة في مراسلاتهم مع المصالح المحلية والجهوية أو المصالح المركزية. عايز أعيش كل يوم أنا بفكر بالسعادة. هذا وأكثر يستنى فيكم لليوم في ريكاب ميدي من توا حتى لساعتين. مرحبا بكم من السكن. شفتهم كل يوم ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. انتم تسمعوا في ريكاب ميدي وكالعادة نبدأ بالأكتواليتي. أكتواليتي. الأكتواليتي. في الأسبوع اللي فات منظمة الصحة العالمية تعلن على أنه يعني تم تسجيل العشرات من الإصابات بالتهاب الكبد الحاد اللي ما زال السبب متاعه غير محدد بعد. طبعا الموضوع هذا يعني حذرت منه أو وصل إشعار لوزارة الصحة بخصوص الفيروس هذا اللي اليوم نحكيه عليه، التهاب غامض في الكبد يصيب الأطفال. باش نعرف عليه أكثر تفاصيل تدسويت معنا الدكتور محجوب العوني أستاذ علم الفيروسات. دكتور محجوب العوني عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. سهلا، شكرا على الدعوة وإن شاء الله عيدكم مبارك. عيدك مبروك كل المواطنين. شكرا ليك سي محجوب وإن شاء الله عيدك مبروك لك أنت زيدا. دونك سي محجوب، تابعنا البلاغ متاع وزارة الصحة، كذلك الأشعار اللي صدر وإلا البلاغات المحينة متاع منظمة الصحة العالمية بخصوص هالالتهاب الغامض هذا، حبينا نفهمه ونعرف عليه أكثر تفاصيل ساعة. وباش نبدأ بالسؤال، حسب آخر المعطيات المحينة هل تم تسجيل إصابة في تونس وإلا في الدول المجاورة؟ خلينا نعرفه به ساعة التهاب الكبد زي أسبابه متعدة بالطبع معروف، ولكن أهمها هما فيروسات التهاب الكبد المعروف اللي زي باتيت. اللي زي باتيت خمسة أنواع، اللي باتيت A B C D E، كل واحدة شنو الخاصية امتاحها، لكن يشتركوا في نفس الأعراض، هو التهاب الكبد الحاد والإصابات كذلك الأمراض المزمنة اللي متعلقة بالكبد وما إليه. الحالات هذه المعلن عنها في وقع أولا أعلن عليها في إنجلترا، ثم انتشرت نوعا ما في نفس الأماكن في الجهة اسكتلندا وغيرها. اليوم صبحت الحالات وقال أعلان امتاحهم علي الأعلان عليها قرابة في 20 دولة، و
السبب اللي خلى هالانتشار والاهتمام هذا اللي موقعش الكشف على المسبب، ليست بالفيروسات المعروفة بالليزيباتيت. كل العينات سلبية بالنسبة للخمسة أنواع من الليزيباتيت، يبقى التواجد نوع آخر من الفيروس اللي هو عادة ماهوش معروف وما عندوش علاقة بالكبد، لكن عنده بعض الأعراض المتشابهة كما الجهاز الهضمي والأعين وجهاز التنفسي. الحالات هذه الفيروس هذه بقى متهم لا لشيء إلا لتواجده في العينات هذه، لكن ما هوش 100% اللي هو السبب. ما زال دراسات تحت المتابعة والتدقيق. يبقى الهاجس الكبير اللي نفس الأعراض هذه موجودة كان عند فئة معينة من الأطفال دون 10 سنوات خاصة، والأعراض هذه حادة وصلت حتى في بعض الحالات وفيات، ثم كذلك الجرافت نتاع الفوا. هذاك وعلاش المنظمة العالمية للصحة نبهت عليه، باش الليبيدياتر في الحالات خاصة العائلات وقت يلاحظوا بعض هذه الأعراض، وخاصة الأعراض اللي تهم التقي وسخانة ووجع في المعدة وكذلك اصفرار في العين وحالات تلون البول والبراز، هذوما من علامات الهيباتيت. لكن الحالات هذه يقع استشارة وإعلام البيدياتر المختص هو للمتابعة خاصة، وهذاك جاء الإعلان بتاع وزارة الصحة للمتابعة في صورة ماذا ثم حالات. لكن إلى في تونس لم يقع الإعلان على حتى حالة، وكذلك حتى الانتشار متاعه بطيء. اليوم وصلنا قرابة 230 حالة في كامل أنحاء العالم في 20 تقريب دولة. بالطبع هي أساسا مش تكون على طريق الماء، على طريق الماكلة، على طريق معناتها تحس المنظمة العالمية للصحة على نظافة الأيدي تطهير الأماكن المشتركة والأشياء المشتركة ما بين الأطفال، ثم إمكانية في صورة ما ثم حالات مشتبه فيها يقع اعتماد الكمامة للأطفال ذو أكثر من 6 سنوات. اللي أكثر من 6 سنوات هذه في حال اكتشاف أنه فما أعراض ولا فما شكوك؟ في حالة ثم أعراض وثم معناتها بؤرة من حالة هذه، ما هيش معناتها سيستماتيك الناس الكل اعتمادها. زعما باش يستوجب العزل دكتور محجوب العوني، يعني مثلا في حالة الشك في انه فما طفل مصاب لازم يتم عزله، وإلا كيفاش باش يتم التعامل معه؟ لا، في الحالة هذه ثم اجراءات هي كما قلت لك، معناتها تعاملنا بحفظ الصحة النظافة خاصة الهيجيان، بوكو الهيجيان، والمتابعة تقع على طريق المختصين في البيدياتر، هم يقوموا بالتشخيص النهائي للحالة. والحالات والعدوى ما هيش بالسرعة المعروفة عند اللي عرفنا عن الكوفيد، ما تستحقش عزل نهائي، لكن تبقى المحافظة على تجنب العدوى معروف في كل حالات مرضية، وخاصة كنت يكون الفيروس هو المسبب. معناها دكتور اللي شك فيه صغير وعنده الأعراض هذه معلي كان يمشي للطبيب، ما يلجأش ربما لطرق أخرى، يحب يشري دواء ولا يمشي؟ لا، ما يشريش الدواء هذه حتى في أي مشكلة في الحالة هذه. الإنسان ما يلزمش يأخذ الدواء من تلقى نفسه، وهو بأخبار هكا متبادلة ما بين العائلات خذ الدواء. هذا الدواء ما ينجم يعطيه كل مختص، يعني يعرف أعراضه ويعرف الحالات وكل واحد شنو البروفيل اللي يتماشى معاه الدواء المناسب. لا، هو في إطار معناتها التنبيه، ونعرفوا هذايا ماهوش تهويل، مش حالة كما رناها مثلا كوفيد بانديمي وانتشار سريع وحالات أكثر، هذه حالة لأن معروفة
العلامات نتاعها مش تكون إيباتيت، لكن وقت الجينا نشوفه تثبتوا في التحاليل والتشخيص ما هيش إيباتيت، إذا حاجة مازالت ما هيش معروفة. وقت يقع الكشف المسبب باش تقع السيطرة والمتابعة بيان سيبلي هذاك، وعلاش حاجة ما هيش معروفة نحتاط ومنه ناخذ الاحتياطات اللازمة. هو تم تسميته التهاب كبدي حاد دكتور، يعني ما مدى خطورته؟ اي هو الالتهاب الكبد الحاد معروف حتى نعرفه، الهيباتيت في المينون تضم يغدروا في فترة نجم تؤدي حتى الوفاة، الهيباتيت آ بار اكزامبل تعمل هذه الهيباتيت آ سي تان فيروس عرين موجود في الماء ينتقل للبشر وقت يكون ما ثماش نظافة وما ثماش محافظة. في بعض الحالات يعمل الهيباتيت في المينون في فترة وجيزة تؤدي حتى الوفيات نتيجة التهاب الكبد، وما عادش تؤدي وظيفتها وتقع لي كونسيكونس نتاع الإصابة. هيباتيت بي معروفة كذلك، هيباتيت تختلف ما هي عادية عادية، هيباتيت آ آرين الأخرى عاديان، لكن الأعراض تتشابه في بدايتها. نعرفوا هذا البوسفير معروف معناتها كيفاش العينين تصفر والارهاق والتعب والسخانه والامراض الاولى، وبعد الهيباتيت بي تدخل في فوز اخر كرونيك، وبعد توصل حتى ليفوليسيون تولي هي كارسينوم تاع الفوا كونسير وتسترا. كل حاجه شنو خاصتها الهيباتيت سي نوعا من الفيروسات اللي هي عند حالات تتشابه. نعرفوا اللي الأ والبي فيهم دي باكسان معناتها تم تلقيح ضدهم، البقية الأخرين ما فيهمش، لكن الأعراض مشتبهة الأولى خاصة الأعراض الأولى، أما الأعراض اللي تتطور فيما بعد تختلف ما بين الأ والبي والسي والدي بيه دكتور محجوب العوني، تتوقع أنه معناها نسجلوا إصابات في تونس؟ ان شاء الله لا، ان شاء الله لا، نحن راه نقدم نعلم على الشهادية في اطار متابعتنا للاحداث وعلى مستوى عالمي، ما يلزمش حاله نقولوا احنا معزولين. هذا بالنسبه للفيروس ما يعرفش الحدود، وبالتالي وقت تكون عندنا معلومه مسبقه ونكونوا حريصين باش نتبعوا شنو اللي يقع نشره ومتابعته، هو مش معناتها تواجد الشيء ذاك، لكن من باب الاحتياط والتحضير النفسي في صورة ما إذا ثم حالات لاجتناب الحالات الصعبة. معناها توا تونس في حالة متابعة مع طبعا آخر المستجدات اللي تصدرهم خاصة منظمة الصحة العالمية بخصوص هالالتهاب الغامض هذايا في الكبد الذي يصيب الأطفال، ربي يحمي صغيرات الكل. دونك دكتور محجوب اللعوني أستاذ علم الفيروسات، نشكرك برشا على تدخلك معنا على إذاعة الحياة فامي. لحد الآن ما تمش تسجيل أي إصابات في تونس بهذا الالتهاب، يقول إنه العدوى ما هيش شديدة كما فيروس كورونا، عدوى بطيئة 230 حالة تقريبا حول العالم في 20 دولة، وبطبيعة الحال كل الأعراض اللي حكي عليهم دكتور محجوب اللعوني في حال أنه تلاحظ صغيرك عنده إسفرار تقيؤ تعب تسيتيرا، معناها العوارض أو الأعراض متاع عفى الله الجميع نتاع البوسفير، يعني تمشيوا للطبيب ديريكتومون، ما تحاولوش تاخذوا أدوية يعني وحدكم وإلا دون استشارات الطبيب. بعد شوية باش نحكيو في موضوع طبي ثاني، خليكم في الاستماع. مواطين معكم في ريكاب ميدي حتى لساعتين. ريكاب ميدي، ريكاب ميدي، في ريكاب ميدي. كنا حكينا البارح في نشرات الأخبار متاعنا على المؤتمر التاسع لجمعية أطباء القلب والأوعية الدموية بالجنوب، اللي بش يطرق إلى جملة من المحاور وجملة من المواضيع، من بينها الأدوية الجديدة لعلاج قصور القلب اللي تخفض إيواء المرضى بالمستشفيات بنسبة 20%. نسأل السلامة للجميع، ولكن مش ناخذ أكثر تفاصيل بخصوص هذا المؤتمر والأدوية وأهم المحاور اللي بش يطرق لهم مع الدكتور ذاكر لهيذب، أخصائي أمراض القلب والشرايين في تونس. دكتور ذكر لهيذب عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. عسلامة، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين. شكرا جزيلا لك، إن شاء الله عيدك مبروك. أنت زيدة يعيشك دكتور. دكتور لو كنت تعطينا أكثر تفاصيل بخصوص المؤتمر التاسع اللي هو ينطلق غدوة، أهم المحاور اللي بشي ترقلهم.
بالضبط هو تو بعد احنا عامين من الكورونا والكوفيد كنا نعمل في مؤتمرات نتاعنا بكل عن بعد. تو الحمد لله بدينا نرجع نعمل مؤتمرات نتاعنا في معناتها في قسم مؤتمرات واجتماعات تكون اكثر قرب بين الاطباء وبين الاطباء اللي جايين من الخارج. الاجتماعات هذه تعاون برشا التكوين الطبي المستمر. واختارت الجمعيه بدايه أمراض القلب بساق لأنها تعملها في كادر مزيان برشا في جربة باش نتقابلوا مع الأطباء كل ونتبادلوا الخبرات نتاعنا ونتبادلوا بالأخص الحياة الجديدة حتى باش يجيو حتى أطباء من الخارج وإحنا باش نتنقلوا من تونس العاصمة باش نتنقلوا لجربة باش نتحدثوا بالأخص في الأدوية الجديدة في أنواع العمليات الجديدة الدقيقة اللي قاعدة تصير في تونس. تعرف طب القلب في تونس متطور وعندنا الحاجات عملناهم في تونس هما من ديما من كنا إحنا متميزين في أفريقيا في زرع القلب في زرع الصمامات زرع الصمامات بدون جراحة كلها كانت تونسية ديما متميزة على البلدان الأخرى. وهذه بطبيعة باش نتلقاو مع أطباء من المغرب العربي وأطباء من أوروبا وأطباء من الجهات الكل باش يحضروا المؤتمر هذا. نذكروا أنه المؤتمر من غدوة 5 مي يتواصل حتى النهار 8 مي في جزيرة جربة. به أهم المحاور قلنا باش نحكيه على يعني العمليات اللي تعملت في تونس على القلب وكانت عملية دقيقة وناجحة وحكينا عليها حتى في مناسبة سابقة. أما يمكن دكتور يعني الجزئية اللي خذت حيز كبير في وسائل الإعلام هي الأدوية الجديدة متاع القلب في السوق التونسية. كان تعطينا فكرة عليها دكتور؟ صحيح فما حاجة جديدة برشا قاعدة تصير توا بالخاصة القصور القلبي. إيش معناتها القصور القلبي؟ القصور القلبي اللي عبد نقول لك إنسان احنا باللغة نتاعنا نقولوا إنسان قلبه منفوخ ولا إنسان عنده انسفيزونس كاردياك. هذاك القصور القلبي قبل كانوا نعطيهم أدوية مدرة للبول فقط ونخليهم ماشيين جايين على المستشفيات مساكن يبدا قلبه يعني البطين يكون منتفخ والودين يكون منتفخ وتجي تعكرات أخرى وتجيهم عدم انتظام نبضات القلب. معناتها صعيب ياسر كان السيطرة على حالة مريض يكون عنده قصور قلبي. هو بتطور العلمي جاتنا برشا أدوية جديدة أدوية حتى في الهرموداسيون من الجمعيات العالمية لأمراض القلب. تونس هي تونس عضوة في الجمعية الأوروبية لأمراض القلب. يعني كي تجينا حاجات جديدة نبداوهم مع بعضنا والحمد لله في تونس الأدوية هذه متوفرة تنقص برشا من الدخول للمستشفى. احنا باش نعرفوا الكاليتي دو في معناتها نوعية جودة الحياة بالنسبة للمريض. معناتها المريض راه مش معناتها دخل المستشفى ولا ما دخلش ولا مريض ولا ماهوش مريض. جودة الحياة انه يكون يتنقل انه يشتغل انه يساهم في الحياة الاجتماعية مع عائلته. الأدوية هذه تنقص صحيح من دخول المستشفيات لكن تخلي الإنسان يعاود يرجع لحياته يعاود يرجع للشغل نتاعه ويرجع للحياة الاجتماعية نتاعه ينجم يعمل على روحه. مش معناتها يكون إنسان ماهوش عالة على إنسان آخر. تونس زيد دكتور يعني قاعدة تصنع يظهر لي في أدوية جنيسة في المجال هذايا هكا ولا؟ بالضبط تونس قاعدة متقدمة في ناحية الأدوية الجنيسة وقاعدين تواكب في التطورات. والأدوية الجنيسة نتاعنا في تونس عندها ثقة كبيرة من حتى من البلدان المجاورة والبلدان الإفريقية اللي قاعدين يصدروا لهم واللي هي أدوية معناتها ممتازة بنفس القيمة. هو علاش احنا الأدوية الجنيسة نتاعنا عندهم ثقة في العالم؟ خاطر الأطباء نتاع تونس عندهم ثقة في الاندستريا الفارماسيوتيك نتاعهم في الصناعة الدوائية نتاعهم. كان احنا عندنا ثقة في الصناعة الدوائية نتاعنا زيد من البلدان الأخرى واللي عندها ثقة زادة كيف في نفس في الأدوية هذية اللي قاعدة تتصدر وتحقق في صادرات كبيرة للبلاد التونسية. باهي دكتور كي نحكيو على القصور القلبي نجمو نعرفوا مثلا بعض الأرقام ولا النسب ولا الإحصائيات في تونس قديش عدد المرضى به وإلا قديش يتسبب مثلا لا قدر الله لطف على الجميع في حالة وفيات يعني بعض الأرقام في الخصوص هذه. هي الأرقام بطريقة صحيحة خاطر ديما تكون على إيشانتيون ماهيش أرقام كاملة شاملة معناتها ماهيش الحاجات إكزوستيف. ديما اللي كانت قبل موجودة أكثر علاش خاطر كانت مثلا الجلطة القلبية كانوا في سنوات 90 كنا قليل وين نصرحوا مريض يبدا يكون عنده جلطة قلبية معناتها هي بداية التسريح بداية وضع دعامات. هذيك نقصت برشا من القصور القلبي في تونس. تو ولات أغلب الحالات تاع القصور القلبي هما مع أشخاص صحيح عملوا جلطة لكن مشاو مخر باش تصرح مع المخر العروق نتاعو تصرحت المخر وإلا فما أشخاص عندهم قصور قلبي وراثي معناتها الكارديومباتي ديلاتي معناتها ضعف عضلة القلب يكون وراثي وإلا يكون ضعف عضلة القلب بعد
بعد فيروس بعد ما يوردوا فيروس كما شفنا تدا حتى بعد كوفيد فما ناس جاتهم قصور في عضلة القلب بعد ما مرضوا بالفيروس اللي هو فيروس نجم يضرب حتى العضلة متاع القلب. وفما أمراض الصمامات اللي كانت موجودة برشا في تونس الغوباتيزم أرتيكولاري اللي كان يجي برشا الأطفال في تونس ويمرض الصمامات ويمرض العضلة بسبب قصور قلبي هذاك قاعد يتناقص. يعني قصور القلبي في تونس قاعد يتناقص نحن باش نعطيكم الشيفر بالضبط لكن بين السنوات 90 اللي انا بديت فيهم دراسه طب القلب في تونس وبين توا قعدنا نشاهدوا في تناقص كبير في الحالات هذه بالاخص امراض الصمامات وامراض ما بعد الجلطه القلبيه. وديما دكتور يعني التدخل الطبي السريع هو اللي يكون انجع ويخفف يعني على المريض التداعيات. بالطبيعه التدخل ايش معناه التدخل الطبي السريع؟ معناته يكون عندك قاعد قسره في مدنين مثلا. يعني نشكرهم برشا الاطباء الموجودين في مدنين توا قاعدين يمنعوا في برشا مرضى يسعش يمنعوا فيهم الموت يمنعوا فيهم من القصور القلبي. انت كي يجيك جلطه قلبيه وانت في رماده وتعمل تسريح نتاعك في مدنين بعد ساعه تنقل بالسيارة يعني أنقذت القلب نتاعو معناتها أنقذت شخص من دخول في حكاية القصور القلبي. يبدأ يكون عندك قاعة تقسر في قفصة عندك قاعة العديد من القاعات تقسر في جابس وفي ساقس وفي جربة يخلي الديلي يعني مدة بين الجلطة القلبية وبين التسريح إذا ما تكون بين ساعة ساعة ونص. احنا ديما نقولوا لهم حتى طلبة بتاعنا 90 دقيقة بتاع ماتش بتاع كورة ما يلزمش يفوت الوقت بين الجلطة وبين التسريح. وهذاك الحمد لله بوجود القاعة القسطرة بدات تكسر في تونس اللي خلات تمنع في برشا ناس من القصور القلبي خاطر إذا كان عرف ما تسرحوش في الساعتين هذوكم باش يولي العضلة الخلايا تموت بتاع القلب جهة هذيك وصعيب أنك باش تعاود ترجعها من بعد حتى كان تسرح بعد يوم يومين راك ما تمشيش تربح حاجة كبيرة. بالتوفيق لك دكتور ذاكر لهيذا في المؤتمر التاسع لجمعية أطباء القلب والأوعية الدموية بالجنوب اللي باش ينتظم من نهار 5 حتى 8 ماي في جزيرة جربة. شكرا جزيلا لك دكتور ذكر لهيذب أخصائي أمراض القلب والشرايين في تونس على تدخلك معنا ومدنا بكل هذه التفاصيل. بعد شوية باش نحكيه على واقع الأعلام في تونس. البارح تونس كما كل الدول يعني احتفلت باليوم العالمي لحرية الصحافة وهذا فرصة باش نرجع ونقيم واقع الأعلام في تونس. ريكاب ميدي ماضي ساعة وسبعة دقائق على إذاعة الحياة فهم انتم تسمعوا في غيكاب ميدي موصين معكم حتى لساعتين. معايا في البلاتو سي حمادي البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع ليها شأن العام. مرحبا سي حمادي وعيدك مبروك. مرحبا بك مرحبا بالمستمعين مستمعات عيدك مبروك الكل وإن شاء الله كل عام هم وحيين بخير. شكرا جزيلا ليك. وقيت باش نحكي وعلى اليوم العالمي لحرية الصحافة اللي يحتفل به العالم الكل كل نهار 3 مي من كل عام. البارح زاد في تونس تابعنا البلاغ نتاع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الجامعة العامة للأعلام عدد الاعتداءات اللي المسجلة على الصحفيين بيانسير فما برشا قراءات وخاصة الترقيم الجديد وإلا تصنيف تونس اللي تراجع ب 21 نقطة في حرية الصحافة. على هذا الموضوع باش نحكيه مع عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين السيد عبد الرؤوف بالي تدسويت في الانترفيو دي جوغة. انترفيو دي جوغة الزميل الصحفي عبد الرؤوف بالي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مرحبا بك على إذاعة الحيت فام وعدك مبروك. أهلين مرحبا وتحية لكل مستمعيكم وإن شاء الله يكون مبروك. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة سي عبد الرؤوف. طبعا باش نبداو بآخر رقم اللي هو في تقرير مراسلون بلا حدود اللي أعلنت على تراجع تونس 21 نقطة في حرية الصحافة. في البداية كيفاش تبعت وكيفاش تلقيت هذا التصنيف؟ هو بالنسبة لنا ما كانش مفاجأة يعني التصنيف الجديد لأنه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كانت أكدت أنه تصنيف تونس باش يتراجع السنة وباش يتراجع يعني بنسبة كبيرة ياسر وباش تكون ملحوظة وباش تكون خطيرة برشا. وهذا معناها اللي صار يعني 21 نقطة ما همش شوية يعني كنا نخسروا نقطة في العام كنا نربحوا نقطة في العام يعني تويكا 21 نقطة في سنة واحدة تسمى يعني من المفروض كانت تعتبر كارثة في البلاد هذيا من المفروض
انه الحكومه ورئيس الجمهوريه يقفوا عند التصنيف هذا الجديد. شنية الأسباب؟ الأسباب كنا حكينا عليها يعني على طيلة الأشهر الماضية، سواء الانتهاكات اللي تعرضوا لها الصحفيين في مختلف الجهات ومن مختلف المؤسسات، سواء التضييقات اللي صارت على برشة مؤسسات وخاصة المؤسسات العمومية، سواء المصير المجهول لعدد كبير من المؤسسات العمومية اللي تواجه الإفلاس اليوم، سواء مصير المؤسسات المصادرة اللي معناها تم تدميرها يعني بشكل ممنهج، وكانت يعني الدولة المتسبب الأصلي سواء في إفلاس المؤسسات هذه أو في إغراقها في الديون، يعني وضعية كارثية وصلت لها المؤسسات المصادرة، وما زالت الدولة يعني تتلاعب بالمال العام هذايا المصادر. كذلك يعني التضييق على المعلومة وضرب حق الحصول على المعلومة اللي شفناه اليوم يعني ولا في يشمل كل المؤسسات العمومية تقريبا. زيد على هذا يعني تجاهل كل مطالب الإصلاح سواء اللي تقدمت بها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أو باقي المنظمات الموجودة في القطاع، سواء اللي تمثل الأعراف أو شركائنا النقابة العامة للإعلام وغيرها يعني والجمعيات والمنظمات. طبعا هذايا خلانا يعني نكون متوقعين النتيجة أو التصنيف الجديد، وخلانا زادا نأكدوا أنه التصنيف الجديد راهو يعني هو يعني مرحلة يمكن نوصل ما أخطر منها يعني في قادم الأيام والأشهر. يعني إذا كان تواصل الوضع كما هو اليوم يعني سلطة ما تسمح حد ما عندها حتى اهتمام حرية التعبير مع يعني وكأنه الوضع يعني مريح بالنسبة لها هي اليوم. هذا يأكدنا أنه وهذا ما هو أسوأ. وهذا سي عبد الرؤوف يعني يظهر، نحب نسألك خاصة على تقييمك لواقع الأعلام بعد 25 جويلية، على خاطر أول حاجة منذ 2019 ساعة ما فهمش تعامل كبير بين رئيس الجمهورية في وسائل الأعلام، لا ندوات صحفية لا حوارات صحفية، باستثناء أي باستثناء المية يوم يعني الموعد اللي التزم به وقتها في المناظرة ورجع في المية يوم فقط. بالضبط، هذا كان ظاهر منذ الحملة الانتخابية في الدورة الثانية لرئيس الجمهورية اللي كان اختار القطيعة التامة والكاملة مع الأعلام باستثناء بعض المؤسسات الأعلام الأجنبية، يعني هذا كان جلي وواضح وتواصل معاه حتىش لليوم. يعني هو ما يعني نفس السياسة اللي يعتمدها رئيس الجمهورية. ربما يمكن كانت الناس أو الصحفيين أو المنظمات تتفهم اختيار استراتيجية معينة في الحملات الانتخابية، وأنا ولو أني ضدها أصلا، لأنه الإنسان ما يتكلمش إنسان فارغ وما عنده ما يقدم للناس وغير قادر على الدفاع على البرامج بتاعه، فما بالك يعني غدوة يولي لك رئيس جمهورية ويرفض يعني التعامل مع الإعلام ويعتبر الإعلام كعدو دون أي مبرر. كان فما حتى مبرر أنه رئيس جمهورية يكون في قطيع مع وسائل الإعلام، ولليوم متواصل يعني والأخطر من هذا واللي بين أنه رانا ماشيين ما هو أسوأ وما هو أتعس الوضع الحالي، أنه رئيس جمهورية يسمى في رئيس الحكومة معناها ويأكدلها أنه الأعلام غير مهتم بأنشطتهم ونجاحاتهم والإنجازات تتحقق فيها الحكومة. هذا كلام يعني عاري معناها من الصحة، الصحفيين يجروا وراء رئيس الجمهورية وسائل الإعلام تزيد باش تغطي نشاط رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء، والدليل أنه الوزراء اللي رفضوا أنهم يعتمدوا سياسة رئيس الجمهورية في القطيع مع الإعلام تلقاهم موجودين في وسائل الإعلام التونسية وأخبارهم يعني تتغطى وأنشطتهم تتغطى وبشكل مهني وحرفي كذلك، يعني حتى إذا كانوا فما يعني هجمات على الوزراء أو تشويه أو يعني هذا كله مش موجود. رئيس الجمهورية هو ما هوش خايف من الإعلام، وإنما يرفض أنه يكون فما إعلام قادر أنه يطرح أسئلة على رئيس الجمهورية، وهذا للأسف نقلوا لبعض الوزراء وأولهم يعني رئيس الحكومة اللي اليوم تتهرب من وسائل الإعلام وكأنها خايفة من وسائل الإعلام. طبعا فعلا هي ما عندها ما تقدم من وسائل الإعلام وما عندها على شنو تجاوب في وسائل الإعلام، باستثناء بعض الوزراء اللي تتقن يعني قاعدين يقوموا بمجهودات كبيرة ياسر. أنا واحد من الناس كصحفي يعني غطيت أنشطة وزراء، عملت حوار مع أحد الوزراء اللي يعتبر يعني من الوزراء اللي قاعدين يقدموا يحاولون يقدموا حاجة اليوم في البلاد هذه. عركتنا مانيش مع قيس سعيد ولا مع رئيس الحكومة لأنه ما تعنيناش، في النهاية مانيش حزب، نحن مكون
مدني في البلاد هذه، نسعوا انه البلاد هذه تكون مكرسه فيها حريه التعبير، انه الاعلام يشتغل بحريه، انه الاراء كلها توصل. هذا هو هدفنا وهذه مهمتنا. ما عندناش مهام سياسيه، ماناش باش نترشحوا غدوه في الانتخابات، ماناش باش نسعوا نطيحوا رئيس جمهوريه ولا نطلعوه. هذه مسألة ما تعنيناش. اللي يعنينا هو أنه المواطن التونسي توصل المعلومة بكل حرية. هذا المطلوب وهذا اللي طلبناه. عمرنا ما طلبنا لا زيادات. القطاع الوحيد اللي عمره لا طلب لا زيادات ولا شهري ولا ترسيم ولا غيره. يعني تشوف أنت من 2011 لليوم القطاع الوحيد اللي عمره ما عمل إضراب ولا تحرك من أجل الزيادة في الشهرية. طبعا هذا كان خطأنا ولابد أنه قرب الخطأ هذا، لأنه وقت ما أهملنا زاد الجانب الاجتماعي. تشوف في وضع المؤسسات، وضع الزملاء اليوم في المؤسسات كيفاش ناس تخلص في 200 وفي 300 دينار. هذا الجانب من المفروض ما كان ما يغيبش وما هوش بش يغيب مستقبلا، يعني على نضالات النقابة الوطنية للصحافة التونسية. سي عبد الرؤوف مرحبا بك. أهلين مرحبا سي عبد الرؤوف. تراش انه في العشر سنين التاليه عشنا قليلا من الفوضى الاعلاميه، ما يصيرش نكونوا احنا يعني نعيشوا في تونس، والفوضى الاعلاميه هذه هي اللي خلات يعني تدريجيا يبدا بشويه بشويه يقع التراجع. واليوم انه الصحفيين المطلوب منهم هما اللي حقوا المطلوب من خلال حريه الصحافه وانه يكون حر بشكل واضح. هي شوف ما نجموش نقولوا عليها نسموها فوضى. ما ننساش تونس قبل 2011 راهو ما كانتش عندنا صحافه كبيره، راهو حريه التعبير يعني كانت متاحه للناس كله وغيره. انا شخصيا خدمت في السياسه الدوليه، بون كانت عندي حريه التعبير الى حد كبير ياسر، لكن الزملاء كانوا مقموعين، كانوا يعني يخدموا بالتوجيهات، يخدم كي يطرد بدات باش تروحوا. عندي برشا زملاء اللي طردوا راهو هذا قبل 2011. معناها ما نجموش زاد ندوروا الحقائق ولا نبدوا. بعد 2011 الناس كلها ولات احرار. كل اللي كان خايف قبل 2011، كل اللي كان مناضل قبل 2011، كلها ولات معناها تتمتع بال 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 بالحق هذايا. ثم الإشكال اللي تبقى شنو هو؟ كيف نمارس حرية التعبير؟ وهذا بالضرورة كان في حاجة لأنه نجربه ونغلطه باش نوصلوا نصلحوا. وانت اليوم كي تقارن تعامل الاعلام التونسي مثلا مع الملفات الارهابيه، ماهوش كما بديناها في 2012 ولا 2013 والاخطاء اللي ارتكبناها وقتها كما اللي معناها نقدموا فيه اليوم في الملفات هذيا. يعني الاخطاء هي اللي تخليك تصلح وهي اللي تخليك تطور من الاداء نتاعك، وذلك اللي خلى الاعلام التونسي يتطور مثلا في ملف الارهاب ويولي عنده خبره وتجربه في كيفيه التعامل مع الملف هذايا. انت الملفات الصحيه، هل انه بل كانت عندنا يعني صحافه صحيه بالرسمي ومختصه؟ هو تطورت الصحافه في المجال الصحي مع ازمه الكورونا. الازمات والاخطاء هي اللي تساهم في تطوير اداء قطاع الصحافه. وانت تشوف اليوم يعني التجارب السابقه سواء يعني في علاقه بالملفات السياسيه او الاقتصاديه او الاجتماعيه، الصحافه التونسيه تمشي وتواكب وتطور ديما وتخطئ. الخطا موجود لو انه ما اشتغلناش ولو انه ما سعيناش باش نتمتعوا بحريه التعبير كما يلزم، باش نعبروا عن المواطن التونسي كما يلزم، رانا ما غلطناش ورانا توا نخلصوا قاعدين رايزين وما عندنا حتى مشكل. لا، مهنتنا تحتمل الخطا هذاك. علاش حتى في القانون الدولي دائما الصحفي محمول على الصدق، حتى وقت ما يعني يشكو به امام القضاء ديما القاضي يحمل الصحفي على الصدق، ما يحملوش على الكذب او انه تعمد التلفيق او تعمد الخطا. لا، هو يحمل الصحفي على الصدق لانه مهنه تحتمل الخطا. ومن اولى الدروس زميلي عبد الرؤوف واكيد تتفكر في معهد الصحافه انه المصداقيه، انك تكون صادق وتنقل المعلومه والخبر طبعا مقدس والتعليق حر. يعني فما جمله من المبادئ اللي يتربى عليهم الصحفي اللي يدخلوا معناه حتى في ممارسته اليوميه للصحافه، اذا هو انسان في نهايه الامر والعمل البشري يحتمل الخطا صحيح، ولكن ديما ناخذوه على جانب الصدقيه. ذكرت اكيد وهذا نحاولوا نطوروا منه اكيد نحاولوا نطوروا بها اكيد. ذكرت قبيلة سي عبد الرؤوف على صحافة الاختصاص، نذكر وانه اذاعة الحياة فام هي اول اذاعة مختصة في قطاع الصحة في تونس، يعني انطلقت من 14 فيفري عام ناول، ف يعني اول تجربة يعني في تونس في صحافة الاختصاص في قطاع الصحة. نحب نقول لك سي عبد الرؤوف تعليقك على بيان وزارة الخارجية بمناسبة 3 ماي اليوم العالمي لحرية الصحافة
الصحافة اللي تعدى دون إشارة من رئيس الجمهورية لهذا اليوم وإلا للحقوق الصحفية وإلا لحرية التعبير اليوم. ولكن وزارة الخارجية أصدرت بيان أكدت فيه اللي تونس ملتزمة بضمان الحق في حرية الرأي والتعبير في جميع الفضاءات. قراءتك ساعة لوزارة الخارجية وتدخلها؟ أي. واضح واضح. شوف، رئيس الجمهورية في كل خروج ليه يأكد أنه ملتزم حرية التعبير. اليوم تواترت الأخطاء على مستوى يعني حماية حرية التعبير في البلاد، أصبح هو عاجز على الظهور مرة أخرى واللي باش يأكد أنه قاعد يحمي في حرية التعبير. دونك بعث وزير الخارجية هبط لنا بيان، بارك الله فيك، شكر الله سعيكم، لكن لا الصحفيين التوانسة بهالل ولا المنظمات اللي أنتم مصححين معاها كدولة بهالل. ناس تتبع، ناس تشوف، ناس تشوف المحاكمات العسكرية، ناس تشوف الإيقافات، ناس تشوف المناشير اللي تمنع الحصول على المعلومة. هذا كل راه ماهوش قاعد يصير في خندق ومسكر ولا غرفة مظلمة كما يتحدث رئيس الجمهورية. هذا راه يوصل للعموم، يوصل للعموم التوانسة ويوصل للعالم أجمع. يعني اليوم وقت ما تخرج وتتحدث كرئيس جمهورية راه حرية التعبير راهي محمية، هذا راه يسيء إلى رئيس الجمهورية. يلزم رئيس الجمهورية يفهم إنه الفيسبوك اللي تعتمد عليه رئاسة الجمهورية راهو كما يوصل لقصر قرطاج، كما يوصل للمواطن التونسي، راهو يوصل لأمريكا، يوصل لفرنسا، يوصل غيرها. فهمت؟ راهو الناس كلها اليوم كي تدخل قادرة إنه تقيم تونس فيها حرية التعبير اليوم ولا لا، رئاسة الجمهورية قاعدة تحمي في حرية التعبير ولا لا. يقروا لك المناشير اللي تهبط فيهم رئاسة الحكومة بركة، يقول لك لا يا خويا ما عندكش حرية التعبير، أخطأت من الإيقافات وأخطأت من التضييقات وأخطأت من الهرسة والضربة نتاع البوليس وغيره والتضييق على المؤسسات والمؤسسات اللي باش تسكر والمؤسسات اللي سكرت والمؤسسات اللي طرت الصحفيين خاطر ما عادش قادرة باش تخلصهم. هذا كل خويا نحيه. يقروا لك يا رئيس الجمهورية راهو كي الناس هذه كي تدخل تقرا لك المناشير نتاعك تعرف اللي انت ماكش تحمي في حريه التعبير، تعرف اللي انت قاعد تضيق على حريه التعبير. دونك في عود تبعث لنا وزير الخارجيه يحكي احمي حريه التعبير في البلاد هذه. راك اليوم رئيس جمهوريه، غدوه راك ماكش رئيس جمهوريه، واللي باش تحميه اليوم راك غدوه انت باش تلقاه راهو كيما غيرك. وقت ما جي وقت ما حكمت النهضه وما حمتش حريه التعبير كما يلزم، اليوم لقيت روحها غير قادره انها باش تعبر، ما لقيتش فضاءات باش تعبر عليها. وكملت انت سكرت على الاعلام، غدوه انت ما عادش باش تلقى زاد فضاء باش تعبر عليه، وحتى الفيسبوك غدوه ينجم اللي يجي من بعدك ينحي لنا الفيسبوك جمله. دونك اقرا حساب اللي انت غدوه راك خارج. على ذكر حركة النهضة، سي عبد الرؤوف أصدرت بيان في هذا الخصوص اللي هي متقلقة معناها على الصحة الإعلامية بعد 25 جويلية، وكأنه الأمور كانت على العال يعني في العشر سنين اللي فاتت بعد الثورة. ما كانتش على العال، لكن كان الوضع أفضل مما بعد 25 جويلية صدقا، لأنه على الأقل كنا يعني نلقوا مخاطب، نلقوا جهة مخاطبة تفاوض معها حل ملفات المشاكل. وقت ما يهبط منشور كما المنشور عدد 4 سيء الذكر ولا المنشور عدد 19، الحكومة ما يعني تجد أنه أبوابها مفتوحة وتمشي تتفاوض معه وتنحيه، مش اليوم مسكرة اللي بين الكل. راهو مش هذا معناه نشكره في حركة النهضة، بالعكس طبعا هو تقييم لواقع في الحكم في الفترة السابقة ساهموا في أنه نوصلوا اليوم للوضع هذا ما بعد 25 جويلية، لأنه هما ساهموا في توفير الأرضية للهيمنة على الصحافة في تونس. لأنه الصحافة خلوهم قيدة، راهو بعد 2011 النهضة وشركائها في الحكم خلونا صحافة مقيدة ومنشيرة مشتتة ومهمشة ووضعيتها هشة، مع أي طرف بيجي نجم يسيطر عليها. ومنشيرة أخرى حتى على الأرضية القانونية، مراو عندنا قانون غدوة قيد سعيد نجم يدخلنا كل حب، وهذا القانون ما حطيش قيد سعيد، هذا حطته النهضة وشركائها في الحكم وساهمت فيه حتى النقابات ومنظمات المجتمع المدني اللي كانت أبعد ما يكون على حرية التعبير وأبعد ما يكون على قانون الصحافة. لكن اليوم زادة مش معناها الوضع كان سيء قبل 25 جويلية، يلزمني نقبل أنه ينجم يكون أسوأ ما بعد 25 جويلية. واضح. نعم، في نفس السياق تراش أنه اليوم جاء الوقت أنه يكون عندنا في عمل في مجال الصحافة، وخاصة أنت حسيتك حكيت على المؤسسات المصادرة والمؤسسات اللي
تشكو نقائص، ثم الوضع الاجتماعي للصحفيين. وانا نعرف في تونس انه صحفيين يخدموا ب 300,000 و200,000 و400,000، وهل يمكن ان نطلب من صحفي بهذا الشكل انه يتطور الى الافضل؟ تراش انه اليوم جاء الوقت بعد العشر سنين شحنا فيه تجارب، نمر بالتجارب ونتعلم من اخطائنا الكل، نتعلم من اخطائنا انه نضع استراتيجيه واضحه للاعلام في تونس انه يكون بكرامته. انا معاه انه يكون ثم الاعلام هذا اشتغلنا عليه في النقابه الوطنيه للصحفيين التونسيين. توا عندنا عامين، عندنا اتفاقيه الإيطالية تم امضائها من كل الاطراف المتداخله، من وزاره الشؤون الاجتماعيه، رئاسه الحكومه، نقابه مديريه الاذاعات الخاصه، الجامعه العامه للاعلام، جامعه مديري الصحف، كلهم كل الاطراف امضت على هذه الاتفاقيه، لكن الحكومه رفضت انه تنشرها. قدمنا قضيه، ربحنا القضية ابتدائيا، رفضت الحكومة أنه تنشرها، ربحنا القضية استئنافيا مؤخرا والحكومة ما زالت رافضة أنه تطبق القانون ورافضة أنه تنشر الاتفاقية. دونك معناها شنو باش نعملوا معاهم الناس هذوما؟ طبعا أكيد باش نتجهوا للتصعيد. نحن خذنا إضراب في القطاع العام قبل رمضان، وتوا باش تتوجه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، لأنه هذه الاتفاقية هذه باش تحدد الأدنى المشترك بين كل الصحفيين في تونس. حد أدنى يا أخيش، معناه صحافي يخلص 200 دينار وبعد تقول ليش بيها قطاع مخترق؟ بالضرورة قطاع مخترق مدام فما صحافيين يخلصوا 200 و300 دينار. صحافي وقت ما يتضرب ما يلقاش معناها كيفاش باش يعالج، وإلا وقت ما الكاميرا ولا المصورة تتكسر ما عندهش يكون باش يعوض له غدوة. دونك بالضرورة باش يكون قطاع مخترق وباش يكون مهمش، وهذا اللي اللي اللي, اللي تحدثت عليه ذكري وقلت راهو حركة النهضة وشركائها في الحكم طيلة العشر سنوات السابقة عندها فيه دور. خاطر قبل العامين راهي النهضة وشركائها يوسف الشاهد وغيره راهو كانوا يحكموا، ما كانش قيس سعيد، ورفضوا انهم ينشروا الاتفاقية، واليوم قيس سعيد ونجلة بودني يرفضوا انهم ينشروا الاتفاقية، بالتالي راهم كلهم كيف كيف راهم. هذيك هي السلطة للأسف في تونس اليوم ماهيش ماشية وتتصلح، بالعكس ماشية نحو الأزمة. وهذا التراجع نتاع اللي جاي في تقرير مراسلون بلا حدود راهو زاد يمس حتى السلطه في تونس وراس السلطه في تونس، لانه اذا كنا نحكيوا على تراجع كبير ب 21 نقطه في حريه الصحافه فديريكتومو باش تتوجه الانظار الى السلطه القائمه في البلاد طبعاً. اللي هي مسؤوله وتتحمل المسؤوليه في هذا التراجع الكبير. طبعا هو حتى التبريرات لانه يعطيك علاش تم التراجع هذا، يعطيك تبريرات كلها متعلقه بالسلطه، ما فماش حتى حاجه متعلقه بوسائل الاعلام والا بالصحفيين، كلها متعلقه بالسلطه، تضييقات من السلطه، اعتداءات من السلطه كلها. لانه هذاك علاش نحكي مع رئيس الجمهوريه نقول له يا ولدي سايب عليك من الناس بتحكي لك، وادخل حتى الفيسبوك اللي انت تعتمد عليه كرئيس الجمهوريه، ادخل شوف على الاقل اقرا التقرير نتاع مراسلون بلا حدود، شوف شنو هو اللي عملته وشنو ما عملتش. اذا كانوا هم غلطين فيك هبط بيان يا اخي، قول لا راه مش صحيح، راني ما ضيقتش، راني ما حبستش، راني ما ربطتش، راني ما ضغطتش على القضاء باش يحكم على الصحفيين بالسجن، راني ما ضغطتش على وزاره الداخليه باش توقف الصحفيين ظلما لانهم معناها رفضوا انهم يكشفوا مصادرهم. اخرهم زميلنا خليفه القاسمي في القاهره، خليفه القاسمي تحصن بالقانون، اكد انه ما يكشف مصادره كان في اطار القانون. علاش يا اخي انت رئيس الجمهوريه ترفض انك تحترم القانون؟ هو باش سهله باش تمشي تكلم القاضي تقول له راهو معناها عجزنا على الحصول على المصدر، وهذه تقدم له ما يثبت قانونا انه انك يا معناها يلزمك تتحصل عليها، سينو باش تصير كارثه. وقتها القاضي تو يكلم الخليفه يمشي له تفضل السيد اعطيني بالقانون اعطيني المصدر نتاعك، سهله الحكايه. اما لا نربطوه ونهرسلوه معناها جمعه كامله باش يعطينا مصدر خارج القانون. ليه عاتفيق رئيس الجمهوريه؟ راه مش كي دولة يتم تسييرها راهو. باهي سي عبد الرؤوف، نختم معك بسؤال بخصوص الخطط، والا يعني شنو باش تعمل النقابه توا مع بقيه الاطراف معناها المهتمه بشان الاعلام في تونس، فماشي استراتيجيه للنهوض بالقطاع خاصه بعد هالنكسه نتاع التراجع الكبير ب 21 نقطه كامله في مجال حريه الصحافه، باش نقولوا على الاقل نحافظوا على مكتسباتنا ما نتراجعوش لهذه الدرجه. نحن عندنا ندوة صحفية نهار الجمعة باش نقدموا التقرير نتاع عيد الصحافة، طبعا هي كان المفروض نعملوها نهار الثلاثاء الماضي لكن تم تأجيلها بحكم ظروف العيد وغيره، دونك تأجلت نهار الجمعة. إن شاء الله باش نقدموا أولا التقرير نتاع الثلاثاء الماضي وباش نقدموا تصورنا للمرحلة القادمة كيفاش خذوها، خاطر المرحلة القادمة هي مرحلة تاع نضال، فماش سلطة اللي تسمع وعندها نية حقيقية للإصلاح، دونك بالضرورة باش تكون مرحلة متعاركة مع السلطة. هذا اللي طرحت علينا السلطة اليوم.
السلطة اللي ترفض أنه تنشر اتفاقية فيها زوز أحكام قضائية، دونك تفهم السلطة هذه راهي ضد حاجة اسمها حرية الإعلام في تونس. فهمت؟ دونك هما فرضين علينا أنه باش نعرفوا غدوة. واضح. فما باش تكون فما مثلا إمكانية إضراب، إمكانية إضرابات هو ولا؟ هو أكيد مطروح مطروح، وباش يكونوا فيه كل الشركاء إذا السلطة ما استجابتش اليوم لمطالب القطاع. واضح. الزميل الصحفي طبعا ديما باب الحوار، ديما باب التفاوض يبقى محلول، راه وهذا اكدناه في برشا مرات، وزدنا عودنا راسلنا رئيس الجمهوريه وراسلنا رئيس الحكومه، راه مش معقول انه قطاع الصحافه باش يبقى يتسير بالشكل هذا في تونس. واضح. زميل صحفي عبد الرؤوف بالي، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، مشكور جدا على تدخلك معنا ومدنا بكل هذه التفاصيل بخصوص واقع الأعلام في تونس بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. شكرا لك سي عبد الرؤوف. بعد شوية نحكي على مذكرة جديدة لوزارة الداخلية تهم البلديات، خاصة وأنه باش تعتمد الولايات كوسيط بين البلديات وبين الهيكل المحلية والجهوية والمصالح المركزية. ريكاب ميدي. نقيت باش نحكيو على غضب وتنديد للجامعة الوطنية للبلديات التونسية ببرقية وزارة الداخلية الأخيرة. خلينا ناخد عليها فكرة أو فشنو جاء في هذه البرقية وشنو اللي قلق الجامعة الوطنية للبلديات التونسية. تدسويت في ديفيغ نيوز. ديفيغ نيوز. في ديفيغ نيوز معنا السيد عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية. سي عدنان مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم، وإن شاء الله عيدك مبروك. عيشك، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين، وعيدكم مبروك، عادوا عليكم بالخير واليمن والبركات وكل عام. شكرا. شكرا لك سي عدنان، بارك الله فيك. معايا في البلاتو سي حمادي البقلوطي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. تابعنا البيان نتاع الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، بيان غاضب يندد بالبرقية الصادرة على وزارة الداخلية اللي تفرض وانه يولي فما وسيط بين البلديات وبين الهياكل معناها المحلية والجهوية والمصالح المركزية. سي عدنان لو كنت توضح لنا أكثر، أعطينا فكرة على هالبرقية دي شنو فيها وشنو أبرز القرارات اللي قلقت جامعة البلديات. هو مش حكيت قلقت، هو فما برنامج متاع عمل وتنسيق وتناسق لازم يكون متواصل. اليوم نعرفوا الإشكال الكبير في المؤسسات العمومية حتى في البلديات، لو عندنا المشكلة هذا هو الإدارة وثقل الإدارة وثقل الخدمات الإدارية بصفة عامة. اليوم المفروض احنا نمشيو للرقم لو نمشيو للتسهيل الإجراءات والعمل للمواطنين وتسهيل اليوم حقنا. المفروض اليوم المراسلات تكون بالإيميل، تكون بطريقة أسرع. يعني اليوم فما ديزابليكاسيون كما جاك متاع اللي عملتها التي باش تكون فما مراسلات مباشرة بين البلديات وبين جميع المؤسسات العمومية. اليوم أنت في 27 أبريل جينا رسالات من عديد الولايات في جميع الجهات الولايات التونسية يقول لنا عدم توجيه المراسلات مباشرة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية وعدم وتوجيهها إلا عن طريق الوالي الجهة، عن طريق السيد الوالي وتحت إشرافه، وفي خلاف ذلك تعتبر المراسلة لاغية. وقولك عدم توجيه أي بريد صادر إلى الإدارات المركزية لبقية الوزارات والهياكل العمومية إلا عن طريق السيد الوالي وتحت إشرافه. يعني اليوم سمحني في اللفظ، اليوم فما قمة تفيد في بلدية معينة يلزمنا باش نراسلوا لناس، يلزمنا نراسلوا رسالة للناس عن طريق السيد الوالي، وعن طريق السيد الوالي يلزم تفهم كي راسلوا عن طريق السيد الوالي يلزم تخرج المراسلة عن طريق السيد المعتمد، يلزم تمشي للمعتمدية والمعتمدية حتى تعمل لها بوردرو وحتى تبعث يعني السيد تعقيد الوالي. الإجراءات والبيروقراطية سي عدنان مش بيروقراطية، عمرنا ما صارت حتى قبل كي كانت البلديات تحت إشراف وزارة الداخلية في السابق، قبل ما تخرج في 2013 ولا في 2014 وتولي وزارة شؤون محلية وحدها ما كانتش الإجراء هذايا. فهمت؟ يعني اليوم شنو المقصود من الإجراء هذا؟ شكون خذا المسؤولية هذا للإجراء هذا؟ شكون أعطى التعليمات باش يكتب النصوص هذه اللي تعتبر
اليوم غير قانونية. احنا اليوم باش نقوموا بقضية يعني باش نطعنوا في القرار هذايا امام الدوائر الجهوية الابتدائية المحكمة الإدارية على البرقية الصادرة عن الولايات. يعني خاطر الجامعة تعتبر مشكل الجامعة جميع البلديات يعتبروا انه عريضة لطلب يلزمنا نقوم بعريضة لطلب وإيقاف يعني تنفيذ البرقية عريضة زادة في لإيقاف وعريضة في إلغاها على خاطر اليوم كي نشوفوا انه القرار المطلوب هو إلغاها يعني لأنها مجانبة للصواب ومخالفة لقانون واقع. اليوم حتى كي نشوفوا احنا الأمر 197 ولا 117 والله نسيت الرقم نتاعو اللي أحال رئيس الجمهورية أحال وزارة الشؤون المحلية لوزير الداخلية قالوا تحال عليكم جميع هياكلها المركزية والجهوية. ما هما هذو من هياكل المركزية؟ هي الوزارة في حد ذاتها الإدارة العامة، والهياكل الجهوية هي الشؤون الإدارية البلديات اللي موجودين في الولاية. دونك اليوم بلدية ما تعتبرش هياكل لأنه الفصل 132 من دستور 2014 تتمتع الجامعات المحلية بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية، والفصل يعني 200 من مجلس الجامعات المحلية تقول على أن البلدية زادة كيف كيف تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، ولا يمكن اعتبارها كهيكل محلي يتبع لوزارة معنية كما ورد بالبرقية يعني المطعون فيها، بل هي جماعة محلية كما ورد ذلك بالفصل 131 من الدستور. يعني اليوم مراسلة ورسالة بسيطة تلغي فصول قانونية، هذا مش معقول. يعني هالمراسلات والأوامر لا يعلو فوق القانون. يعني اليوم كي نحكيه على الشخصية المعنوية نحكيه على شخصية معنوية مستقلة تمنح لها آليا حرية تنظيم العمل داخلها، فلا يمكن لأي سلطة أخرى الحق في التدخل في كيفية تصريف شؤون المحلية. ما نحكيوش على المراقبة الرقابة اللاحقة والرقابة القبلية والرقابة المالية والحساب، هذا احنا معاها الرقابة على البلديات احنا معاك راقب البلديات، احنا عندنا الأمين المالي الجهوي وعندنا مراقب المصاريف وعندنا هيئة مكافحة الفساد. اليوم المراقبة المالية اللي تقول المراقبة اللاحقة، المراقبة المالية اللي معمولة على البلديات يا حبذا لو كانت على جميع الوزارات وعلى كجميع المؤسسات العمومية رانا كنا في خير. يعني اليوم مش معقول اليوم بالبلدية بيشتراسل أي جهة تمشي تبعثها عن طريق الوالي، يلزمنا نمشي عن طريق المعتمد، المعتمد يلزم يهزها للوالي، الوالي يلزم يحيلها لكذا. يعني اليوم البرقيات تجم تعطي تمطيط يعني في الإجراءات وكأنه تكبيل يا سعدني. عندنا برقيات يجيو من الولاية اليوم للبلديات ونجم وقادرين باش ننشروهم، ما غعيب كي ننشروا حوايج كيما هكا أمور داخلية تجيك البرقية من الوالي على أساس رسالة بعثها لنا وزير فلاني ولا وزير فلانية، تجيك عن طريق المعتمد، تجيك اليوم في 5-4 مي تقول لك آخر أجل باش تجاوبنا نهار 29 نهار 26 أفريل، على خاطر الرسالة وصلتهم من نهار 12 أفريل وما وصلتناش كان اليوم. احنا اليوم بعد العيد تونا نشروهم نشوفوا نوريكم كيفاش يعني اليوم تجينا رسائل تضحك. المفروض هذا نكونوا تجاوزناه، المفروض يا خويا اليوم بالايميل تعرف اخر شيء ابعث الايميل رئيس البلديه والبلديه كل بلديه عند الميل نتاعها، وهو اليوم حتى القانون اعتمد انه الميل وثيقه اداريه رسميه عندها اكثر من 7 شهور ولا 8 شهور. وينو حديثنا على الرقمنا سي عدنان؟ الرقمنا والرقمنا والرقمنا نمشيو للرقمنا، مش مازلنا في مضمون ومازلنا نخرجوا في مضمون ومازلنا في تعريف بالامضه ومازلنا في شهاده مطابقه للاصل، هذا كله حق المفروض الغي. ونفكركم في 16 مارس 2019 قال يوسف الشاهد سيتم ورقمنة المضامين وبرا أرجعوا للتاريخ وشوفوا المنشور واللي رقمنا باش نكون المضمون مرقم من 2019. كلام فارغ، كلام كان الوعود اللي ما تفيد بحتى شيء. ونزيدوا نعرقوا المسار، ويش شنو الغاية من الرسالة هذه؟ هل هي الغاية أننا اليوم نصبحوا نضرب للسلطة المحلية، ضرب للمنظومة هذه منظومة اللامركزية؟ مع العلم يؤسفني واحد صحيح راهو فيها السلبيات وفيها الإيجابيات، لكن ما نجمو نقيمو النظام الجديد هذا لما نكونوا عطيناه جميع الأوامر الترتيبية اللي مازالت ما صدرتش أكثر من 60% منها،
من نكونوا دعمناه بالموارد المالية والموارد البشرية كما جاء في الفصول القانونية. اليوم كي نجموا نحكموا على واحد هل هو قام بواجبه كما ينبغي وقام بالعمل نتاعه الذي عهد إليه؟ ما نجموش اليوم نحاسبه سائق سيارة خذيناه باش يخدم شوفور ويخدم كرسي، نحاسبوه ما خدمش خدمته على خاطر في الآخر ما عطيناهش احنا السيارة، يعني وقت تعطيه خدمته وتعطيه توفر له جميع الإمكانيات وجميع الآليات باش يخدم وقتها تجم تقيمه يعرف يخدم ولا ما يعرفش يخدم كل شيء. صحيح راهو فما عدم استقرار مجالس البلدية، فما حاجات، فما فصول قانونية في المجال لازم تتبدل، وهذا كله راهي منظومة جديدة، منظومة قابلة للنقد، قابلة للتطور وذاك كيفاش. اليوم انا شخصيا راه شخصيا ما عادش باش نترشح للبلدية نكمل المهمة دي ونمشي على روحي، لكن مؤمن انا نؤمن انه لا مركزية هي منظومة إدارية اقتصادية بامتياز أثبتت جدواها في جميع أنحاء العالم، واللي كان مفروض احنا حقنا من الثمانينات بدينا فيها، احنا في تأخر لكن اليوم ما لازمناش نضربوها. من يضرب في المنظومة هذه هما اللي ما أسميه أنا شخصيا بالإدارة العميقة اللي ما فيهاش ما عندهاش مصلحة. أنا باش نعطيك معلومة سيدتي الكريمة، وقت نجيو باش ننفذوا قرار هدم ولا باش نجيو ننفذوا قرار على الانتصاب الفوضوي، وقت تجي باش تنفذ أنا سامحني في اللفظ باش نقولها وقت خذيت قرار باش نغلق مغازة كبرى ومنذات عندها شكون وشكون وشكون قعدت كان غباجي قايد سبسة الله يرحمه ما خرجليش من قبر التدخلات وكيفاش وكيفاش. وقت تجي ناس تحب تطبق، فما ناس عندها مصالح باش القانون ما يتطبقش، فما ناس عندها مصالح باش قرار هدم ما تصيرش، فما ناس عندها ما نحكيش لازم نتهموا الناس في الجزافة. أما يعني واضح الرسالة اللي حبيت واضح الميساج. يعيشك مرحبا بك وبارك الله فيك. من خلال يعيشك من خلال المتابعه للشان المحلي في عديد البلديات لاحظوا ان مسار المركزيه في حد ذاته هو تعثر كثيرا. اولا ذكرت سيادتك في خصوص النصوص الترتيبيه هبطوا تقريبا 15 يعني من 24، يعني عدد مازال يلزم نكمله. الجانب الثاني هو انه هناك صراع بقى ما بين السلطه المحوريه والسلطه المركزيه لعدم اتمام المسار وتركيز المجالس الجهوية. أتراش أنه اليوم ثم رغبة واضحة من السلطة المركزية بصفة عامة هو أنها تدريجيا من تراجعوا عن المسار المركزي والانتخابات هذه البلدية بشكل ذي وربما المجالس البلدية وتوسيع الرقعة. هل كل ما وقع هذا في دستور جام في 2014 مشاقة التراجع عنه؟ والله شوف أستاذي العزيز، أنا ديجا قلتها سابق، هي المركزية ولدت مقبولة، يعني فهمت، على خاطر كي نشوفوا أنه تم إحداث 86 بلدية جديدة في إطار نظام تعميم البلديات، والبلدية 86 تم إحداثها بدون مقرات بدون آليات بدون معدات باش تخدم بدون إطارات وموارد بشرية. اليوم في نفس السياق هذاك فما منحة دولية كبيرة ومهمة ياسر لتشغيل 1039 إطار، وأعي ما أقول 1039 إطار في البلديات المحتة والبلديات اللي تم توسيعها، ورصدت الأموال باش تتصرف البلديات ويكون عندهم الأجور نتاعهم لمدة سنة أو سنتين منحة من الدول الأجانب والشقيقة. اليوم المنحة هذيك ما نعرفوش عليها الفلوس، لم يتم انتداب الأعوان هذوما، لم يتم تدعيم البلديات هذوما بالإطارات هذوما. كان يمكن نخلق 1039 موطن شغل، موطن شغل نتاع إطارات يعني عليا كما مهندسين في الارشيتكتور في الكونتابيليتي في المالية في المعدات وفي الصيانة في برشة حاجات، يعني دوما للأسف الشديد لم يتم تطبيق الأمور هذه. تم توسيعة 164 بلدية، كانت من ثم بلديات تم توسيعتها في 10 أو 20 مرة ضعف المساحة متاحة. أنا نعطيك مثلا على سبيل المثال بلدية رويت كانت 5200 هكتار أصبحت 10000 هكتار، كانت 116000 ساكن ولات 220000 ساكن. القروان كانت 3000 ولات 47000 هكتار. ولا ما بار اكزومبل بنفس المعدات وبس نفس الاليات ونفس المعدات ونفس الموارد البشريه. اليوم كي ناخذوا القروان بلديه القروان كانت عندها 4 كمين ولا 5 كمين تغطي المساحه نتاع رفع الفضلات. اليوم ما كانتش تعدين حتى قبل، ما كانتش توصل الى 60%. يعني انا راهو على فكره اني عضو مجلس بلدي سابق، يعني مطلع جيدا على كل أنشطة بيت القيروان، ما كانش يعني تغطي حتى يعني ما لماذا لم يتم لعدم التوفيق
توفير الامكانيات. ما نجمش ما نتخيلش انت كعضو مجلس بلدي سابق ما خدمتش باش تحسن وما خدمتش وعملتش باش وما جهدتش باش تتحسن خدمات البلديه نتاعك وتوفروا خدمات افضل للمواطنين، هكا ولا لا؟ هذا شنو نفهم من كلامك؟ لا لا صحيح، ومثلا المجهود على انا مش نشكك في مجهود المجالس البلديه، انا فقط قلت انه ثم اشكال على مستوى المركز وعلى مستوى الجانب التشريعي، عدم اتمام المسار هو اللي عرقل ربما العمل المجلس البلدي. انا قلت راه في السابق ونعاودها، فما ناس ما يحبوش المسار يكمل. اي هذا عندهم غايه لنفس يعقوب. انا قلت لك اليوم 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 البلديات وبالحساب راه نعطيه بالحساب ارقام، فما 90 80% من الفساد المالي في البلديات نقص، فما الرشوه فات، فما برشا حاجات، فما ناس منتخبه تحب تحافظ على البلديه نتاعها تحب كذا. اليوم كي نشوفوا الصفقات العموميه ولا تساعد على تونس كيفاش الاجراءات وكيفاش تطورت وتحسنت الخدمات وكل شيء، اليوم كي نشوفوا بلديه سوسه كيف نفذت القرارات الهدم على الشريط الساحلي وكان فلان وفلان يستغل فيه ويستغل فيه ملك العموم البحري، وكي نشوفوا بلديات اليوم 350 بلديه في الاربع سنوات هذه رغم الامكانيات عبدوا ما يقارب على 6000 كيلومتر في مناطقهم يعني وزادوا فوق ما يقارب 100000 نقطه ضوئيه، كي نشوفوا ايش عملوا في المساحات نتاع المساحه الخضراء الكل. اليوم فما ناس اللي انا نسميها الاداره العميقه ما يحبوش الشيء يتطور، لكن راهو ماهوش خاطر اداره وماهوش خاطر سياسه احزاب ولا مخام ولا اليوم راهو منوال تنموي عالمي اثبت جدواه. راني انا نمن بالمركزيه، راني قريت في الخارج ونعرف الواحد ونعرف كنت تتبع. انا في عامين انا في عام 2016 في 2016 كنت حاضر في السنغال، في كنت نسكن في فندق في وقتها عندي في امور تجاريه واقتصاديه، نلقى احتفال في البلديه ذيك لتسليم معدات للبلديات لبلديات السنغال الكل. شكون شرا المعدات هذه والصفقه شكون عملتها؟ عملتها الجامعه الوطنيه للبلديات في السنغال. شو عاملين الجامعه الوطنيه؟ عامله ان سنترال داشا باش تشري المعدات للبلديات كي تشري، مش كيما تشري 100 كميون، كيما كل بلديه تشري كميون 100 كميون، تولي صفقه كبيره وتولي مكسب. وكيمروا على الجامعه الوطنيه للبلديات في السنغال معفين من ضرائب الجمركيه ومعفين من التي فيا، باش الكميون شو تكلف له كل بلديه ب 500 مليون تكلف له ب 300 مليون. شوف كيفاش يعني في 2016 انا وقتها ما نعرفش البلديات في تونس وما نعرفش حتى اش باش يصير، وشفت المنظومه هذايا والمنوال. شوف يعني بعمليه اي هذا سي عدناني، خليني نسالك على دور الجامعه الوطنيه للبلديات التونسيه كيما المثال اللي اعطيته لنا في السنغال. شنو هو دور الجامعه الوطنيه للبلديات؟ على خاطر حكينا على برشا حاجات نجم نقولوا ايجابيه اللي هي المجالس البلديه راهي منتخبه، ولكن زاد عملنا اشاره للتجاذبات السياسيه وحل المجالس البلديه بصفه متكرره، وكالتجاذبات هذيك الكل هي اللي زادت اضعفت دور المجالس البلديه هذه. دونك هوني زاد نحكيوا على دور للجامعه الوطنيه للبلديات. شوف انا كنت أمنيت يعني نوصلوا للجامعة الوطنية للبلديات باش توصل للدور نتاعها تولي عندها سنترال دشا وسنترال داسيرونس وبرشا حاجات توفرها للبلديات، لكن هذا يتطلب جهود وتحويل وفصول قانونية. اليوم دور الجامعة اش عملنا؟ أنا رئيس الجامعة في سبتمبر 2020 يعني براتيكمون عندي تو عام ونص رئيس الجامعة، دوب ما دخلنا دوب ما خذيت الرئاسة عملنا الاستشارة الوطنية. الاستشارة الوطنية اللي المفروض كانت الوزارات تقوم بها وتشوف المسار المركزية وين وصل، وخدمنا ودرنا على 350 بلدية بدون استثناء وعلى 24 ولاية، وشاركنا المجتمع المدني وشاركنا الخبراء وشاركنا الكتاب العامين وشاركنا أعضاء المجالس، وخرجنا استشارة وطنية وقلنا أنه اليوم فما 23 فصل قانون في المجالس الجامعات المحلية إجبارا قانونيا تغييرهم وتبديلهم لتحسين العمل وتطوير العمل البلدي، منهم الفصول القانونية متاع الانتخابات اللي هي كانت عندها تأثير واضح وجلي على عدم استقرار المجالس البلدية، لكن رغم أنه ما يقارب اليوم تحلوا تقريب في استقالات جماعية تقريب 38 أو 39 بلدية. أنا أعتبر شخصيا أن الرقم هذايا ماهوش رقم
كبير لانه ما يقارب تقريبا 12 او اقل تقريبا. سي عدنان خاطر مره سي فاروق بوعسكر عضو هيئه الانتخابات او نائب الرئيس كان دخل اعطاه رقم اقل في لا ما هذاك وقت الدخل فما زادت عاد ما زادت زادت ما زلنا تو برك عندنا 6 ولا 7 انتخابات كم تم الشهر اللي فات وفما انتخابات باش تصير في بعض المجالس. فهمت انا عطيتك تقريبا 39 مجلس بلدي تحل. فهمت 39 مجلس بلدي كي ناخذوا 10% يجيو 35 بلديه يعني يقولوا حتى 11 12%. 12% من المشاكل اللي هي منظومه جديده لا يعتبر رقم مفزع. ويعتبر حاجه عاديه انه فما اشكاليات وفما كل منظومه جديده كل قوانين كل اللي تحب غير كل قوانين كي نخلقوا قانون نعطيوه اجال لمراجعه القانون ولتغييره ولتحسين ولتطوير القانون هذاك. اليوم كي نعملوا قانون مش عملوا شكون عمل مجلس الجماعات المحليه عملوها جماعه دي تيوريسيان مشاو استانسوا بالخبره برا بخبره كذا لكن كل واحد كيفاش راه جست نفكركم برا تفكير. مجله الجماعات المحليه تعرضت وتبدلت تقريبا 46 مره 46 نسخه باش خرجوا النسخه النهائيه. هذا ما يمنعش اللي فيها حاجات ايجابيه وفيها حاجات سلبيه. الحاجات السلبيه لازم تتغير وتطير هذاك علاش هو نفسه في القانون طلبوا استشاره وطنيه. لكن اليوم استاذ الكريم لا الجهات صارت للقريم صار للجماعات المجلس على الجماعات المحليه صار هو مسار كامل يعني باش نحكموا عليه انه يعني فشل او نجح لابد من اتمام المسار بالضبط. واضح سي عدنان باش نقعدوا يعني اكيد راهو المسار هذايا انا عاود نقول راهو مسار تنموي منظومة إدارية اقتصادية بامتياز لا علاقة لها لا بتفكك الدولة ولا بالقرارات. واضح سي عدنان أكيد باش نقعدوا في متابعة معك لآخر المستجدات خاصة القضايا اللي باش تتقدم بهم المجالس البلدية ضد البرقية صدرة على وزارة الداخلية. نشكرك برشا سي عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية جزيل الشكر لك. نشكرك برشا سي حمادي البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام أيمن ليغا في الأخراج التقني سيف بولعريس في الديجيتال أنسى الهمامي في ستوندار. كنت معكم سهام حمدي في غيكاب ميدي من الصنار حتى التوى. بعد شوية زميلتنا أحلام تجيكم في موجز لأهم الأخبار في لمانة. قبل غدوة في غيكاب جديدة. غيكاب ميدي متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. يجيكم من الاثنين للجمعة من نص النهار لساعتين على الحياة فام.